مبادرة إنت الحياة اللي نفذتها مؤسسة حياة كريمة قدمت خدماتها في محافظة الجيزة. تعالوا نشوف التقرير وإيه أبرز اللي قدمته في الخدمات دي. في صباح الخير يا مصر. احنا قافلة أسنان بمنطقة الوراق، والقافلة بتقوم بتغطية حاجات كتير في علاج الأسنان، سواء من كشف أو خلع أو حتى حشو بيتم للحالات المترددة على القافلة هنا. مؤسسة حياة كريمة بتخدم كافة كبيرة جدا من العيانين في أنحاء مصر، وبيتم نقل العيانين عن طريق العيادات المتنقلة بتزور جميع أنحاء مصر. النهارده احنا موجودين من الساعة 9 الصبح، ومش هنمشي ان شاء الله الا بعد ما يتم الكشف على اخر حالة. بقالنا 3 سنين موجودين في الوراق. الاهداف التنموية لحياة كريمة انشطة خيرية كتيرة، حريصين على الوقوف مع اهالينا. احنا طبعا بنتابع الحالات اللي بتبقى موجودة هنا بعد ما بتمشي، ولو في حالات محتاجة مثلا دواء شهرية او كده بنوفرها ليها ان شاء الله عن طريق المؤسسة. سمعت انا قبل كده عن حياة كريمة ان هي بتقدم خدمات كتير لاهالي الوراق، وانا نبني الحظ ان انا اكون فيها النهارده. خدمة ممتازة. انا كشفت علشان عندي ناب عايز للحشو، فهم تفضلوا حولوني الى مستشفى القصر العيني طب الاسنان علشان خاطر ادوا بالكارت، قالوا ان انا مجرد ما هروح هاخد الخدمة بدون تذاكر بدون اي حاجة، وفي عندي مشاكل تانية في الاسنان فقالوا لي انا هعمل بس الحشو الاول وبعدين هيبتدوا يشوفوني الدكاترة يحولوني على المراحل التانية. جيت النهارده في العياده المتنقله للاسنان وكشفت على اسناني وادوني العلاج بالمجانا وكل حاجه بالمجانا. انا اول ما دخلت عملوا لي حشو مؤقت وحولوني للقصر العيني عشان اكمل العلاج. كشفوا عليا بالمجانا، وكشف على مستوى عالي وتعقيم الات نظيفه والدكاتره على مستوى عالي، فحولوني على القصر العيني ان انا اعمل التركيب ده مجانا، مع اني بره غالي جدا، لكن هم حولوني ان انا اركب مجانا. لقينا في حياه كريمه بيكشفوا عربيه وبيدوا علاج حلو، امر ربنا يعني ان شاء الله يبقى كويسه وجلسه.